تواصل قوات الاحتلال عملية عرقلة الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الغذائية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة لرفض دخول المستلزمات الطبية. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش وحتى مدينة رفح. المزيد مع كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من رفح. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية. ننقل لكم الصورة الخاصة بالملفات الخاصة بالمساعدات الإغاثية التي تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه المساعدات والشاحنات الإنسانية تدخل من المعبر الأهم والأبرز والأكبر لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. مصر دائما لها الدور الأبرز والأول في القضية الفلسطينية، إما بإدخال المساعدات وقت الحرب على قطاع غزة أو حتى في إعادة إحياء المفاوضات مرة أخرى. فبعد أن استضافت منذ يومين تقريبا أو خلال الثلاثة أيام الماضية جميع الأطراف هنا في الأراضي المصرية من أجل إعادة إحياء المباحثات مرة أخرى والوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإعادة فتح المعابر من الناحية الأخرى من ناحية قوات الاحتلال لإعادة تدفق المساعدات مرة أخرى، يعني هذا المعبر الذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى، ها هو بالأمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجهودات المصرية يعني تقدمت بفكرة جديدة خاصة بالهدنة، منها بالطبع هذه الهدنة هي عبارة عن يومين وتبادل بسيط للرهائن، أربع رهائن مقابل عدد آخر من الأسرى الفلسطينيين في سجون قوات الاحتلال. لذلك مصر دائما ما كانت لها اليد الأولى والأبرز في إعادة إحياء يعني القضية الفلسطينية بشكل عام. أيضا بالإضافة لذلك بعد توقف لمدة 4 أيام بدون دخول أي من المساعدات الإنسانية إلى الناحية الأخرى برغم فتح بوابة معبر رفح دائما على مصراعيها لدخول هذه الشاحنات، إلا أن قوات الاحتلال كانت تغلق البوابات من ناحية معبر كرم أبو سالم. اليوم دخل بالفعل 31 شاحنة من هذه البوابة بالإضافة لأربع شاحنات للغاز. الشاحنات التي دخلت خرج منها 4 شاحنات تم رفضها، وهي الشاحنات الخاصة بالمستلزمات الطبية تم رفضها على الإطلاق، وأيضا ما زالت باقي الشاحنات في الداخل بالإضافة لشاحنة واحدة فقط من الغاز هي من أفرغت حمولاتها في الناحية الأخرى وعادت إلى الأراضي المصرية. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح، والآن أعود إليكم مرة